بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى فقرة Offset Current and Voltage. هذا عبارة عن مصطلح يطلق على حالة أو فنومينا أو على ظاهرة موجودة داخل الأمبليفاير. مثل ما عرفنا بأنه إذا كان قيمة الانبوت مالت الأمبليفاير اللي هو الإدخالات، يعني الامبليفاير مثل ما قلنا دي ادخالين، فاذا كان الادخالين ما بيهن فولتيه، يعني ماكو فولتيه ادخال مسلطه على الطرف السالب ولا اكو فولتيه ادخال مسلطه على الطرف الموجب، بمعنى انه التو انبوتس ار زيرو فولتج اور جراوندد، يعني اثنيناتهم راح نوصلهم بمن؟ نوصلهم بالجراوند. يعني سابقا اخذنا إذا كانت في حالة الـ inverting راح يكون الإدخال على الطرف الـ في حالة inverting يكون الإدخال على الطرف السالب والطرف الموجب يكون ground، وفي حالة الـ non inverting راح يكون الإدخال على الطرف الموجب والطرف السالب يكون ground. في هذه الحالة أو لدراسة هاي الفينومينا راح نخلي الطرفين اللي هو الموجب موصل إلى ground والسالب أيضا موصل إلى ground، فالمفروض بأنه يكون الـ output صفر، صح؟ لان ما عندنا ادخال، فالمفروض يكون الاوتبوت صفر، لكن راح نلاحظ بان الاوتبوت لا يساوي صفر في هذه الحاله، وانما اكو فولتيه قليله تظهر على الاوتبوت. هاي من جايه؟ جايه من البايوس، يعني احنا قلنا اكو بايوس اللي سميناه في سي سي موجب والفي سي سي سالب اللي شفتوه بالمختبر من الربطه، هذا راح يعبر فولتيه او جزء قليل من الفولتيه يعبر على اليمن على الاخراج. اذا هاي الفينومينا تدعى بالاوفسيت اوتبوت فولتج او الاوتبوت اوفسيت فولتج. اذا هنا اذا قرينا هاي العباره if the output is not zero when the input are zero، اذا كان الاوتبوت لا يساوي صفر عندما الادخالين يساوون صفر، then the output will not be at its correct DC level. إذا في هذه الحالة راح يكون الأوتبوت ليس في حالة الكوركت دي سي ليفل، ليس في حالة الحالة الصحيحة للدي سي ليفل. When the input is a DC level other than zero. إذا راح يكون عندنا offset، هذا راح يضاف على الإخراج، على الإخراج حتى في حالة كون الانبوت لا يساوي زيرو، يعني إذا كان انبوت لا يساوي زيرو راح يكون قيمة الإخراج ليس قيمة الإخراج المتوقعة. ليش؟ بسبب أنه أكو فولتية مسربة من الموجب VCC ومن السالب VCC. إذا the actual value of the output voltage when the input are zero is called output offset voltage. إذا هل راح يسمونه بالoutput offset voltage. إذا هاي الفينومينا راح يسمونها بالاوتبوت اوفسيت فولتج. هاي الاوتبوت اوفسيت فولتج جايه من او تتكون من جزئين مثل ما راح نلاحظ هنا. يعني يقول اوتبوت اوفسيت فولتج ار ذا ريزلت اوف تو ديستينكت انبوت فينومينا. اذا هي جايه من ظاهرتين. الظاهره الاولى يسمونها بالانبوت بايوس كارنت، والظاهرة الثانية يسمونها بالـ input offset voltage. input offset voltage. إذا هاي الـ output offset voltage راح تجي من مركبتين. المركبة الأولى اسمها input bias current اللي جاية من تحييز التيار والإدخال، تحييز تيار الإدخال. والجزء الآخر راح يجي لنا من الـ input offset voltage اللي جاي لنا من الفولتية المسربة من الموجب والسالب VCC الموجودة على الإدخالات. زين، هسه بالبداية راح نجي ندرس الفينومينا الأولى، راح ندرس الفينومينا الأولى اللي هي الانبوت أو الجزء الأول من هذا الأوتبوت أوفسيت فولتج. يعني قلنا الأوتبوت أوفسيت فولتج مثل ما قلنا متكون من جزئين، راح نجي ندرس الجزء الأول اللي هو الانبوت بايوس كارنت، وبعدين ان شاء الله المحاضره الجايه راح ندرس الجزء الثاني اللي هو الانبوت اوفسيت فولتج.
بعدين بالنهايه راح نجمعهم طبعا اللي على عمود نقيس الاوتبوت اوف سيت فولتج النهائيه. بس انا راح نجي الى الانبوت اوف سيت فولتج اللي هو الجزء الاول من الاوتبوت اوف سيت فولتج نسميه انبوت اوف بايوس كارنت، نسميه انبوت بايوس كارنت. اذا راح نجي هنا الدرس هذا الانبوت اوف سيت كارنت راح نجي الدرس. اذا لاحظنا هذه الدائره، اذا لاحظنا هذه الدائره الموجوده امامنا راح نلاحظ بانه على الرغم من الطرفين اللي هو الطرف السالب والطرف الموجب موصلات الى الجراوند، لكن اكو تسريب، اكو تسريب للتيار، راح يكون اكو هنا تسريب قليل للتيار راح يدخل في هذا الطرف وفي هذا الطرف. هذا التسريب القليل جدا اللي راح يدخل هنا راح يسمونه اللي بالطرف السالب يسمونه الاي بي نيجاتيف، وهنا يسمونه الاي بي بوزيتيف، الاي بي بوزيتيف والاي بي نيجاتيف. اذا هذا هو التسريب اللي راح يجي من هذه القيمتين اللي هي الاي بي نيجاتيف والاي بي بوزيتيف. طبعا هذه الظاهره هي ظاهره غير محببه ظاهره الاوفسيت فولتج، فاحنا لازم نقللها، هي الظاهره نقللها بحيث نخلي الاوتبوت زيرو لما يكون الانبوت تو انبوتس زيرو او موصلات الجراوند. فشلون نقللها؟ To reduce the offset, the effect of the bias current (IB plus with IB minus), a compensate resistor (RC) as shown in Figure 1.23. The effect of the bias current, the IB positive and IB negative, a compensate resistor, the RC, as shown in figure, is connected in series with the negative or non-inverting, the positive terminal of the amplifier. Okay? Then هذا راح نركز على هاي العبارة. يقول على مود نقلل من تأثير IB positive and IB negative راح نربط RC. وين RC؟ هاي RC. وين نربطها؟ مثل ما قايل نربطها بالنون انفيرتنج اللي هو الطرف الموجب، فشوف راح نربطها لمن؟ الى الطرف الموجب. اذا وظيفه هذه الار سي هو انه تخلي التاثير مالت الكرنت يكون قليل جدا او صفر، يكون قليل جدا او صفر. اوكي؟ زين. هسه على مود نقيس مقدار الاوتبوت. راح نفترض بانه هذا التيار اللي جاي لنا منه واللي راح يجينا منه ممكن نعبر عنه باستخدام ما يدعى بالثيفنين ايكويفالنت فولتج سورس. اذا على مود نقيس هذه التيارات الموجوده هنا راح نعبر عن الدائره مالتنا الامبليفاير بما يدعى بالثيفنين ايكويفالنت فولتج سورسز. اذا هذه الشكل هذا راح يمثل لنا عباره عن المقاومه الاولى مرتبط وياها مصدر معتمد للتيار. هذه المقاومه الثانيه الار سي راح يكون وياها مصدر معتمد للتيار. هذه ممكن يمثلها باستخدام ما يدعى بالثيفنين ايكوفلنت فولتج. شو راح يصير؟ راح يصير بشكل موضح. وعباره عن مقاومه زائد بطاريه. قيمة هاي البطارية هي اي بي ماينس في الار سي في الار 1. وقيمة بالنسبة لهذا الجزء الاخر راح يكون ايضا مقاومة مقدارها ار سي، وهنا بطارية مقدارها اي بي بوزيتيف في ار سي. اوكي؟ هاي شلون صارت؟ هاي لازم ترجع تقرا ما يدعى بالثيفنين ايكوفلنت فولتج سورس اللي اخذته بالصف الاول، بعدها ما اشرحها لان يعني انت باعتبار ماخذين بالصف الاول، او تقدر انت تحفظها طبعا. اي مصدر للتيار مع مقاومه هنا تخلي المقاومه وهنا تخلي مصدر فولتيه مساوي الى قيمه هذا التيار مضروب في قيمه المقاومه. يعني هذا هو ملخص الثيفنين ايكوفلنت سيركت.
انت تريد تحفظها مثل ما هي، تريد ترجع تاخذ انا معلومات، بعدها يبقى يبقى. هسه راح نلاحظ اكو هنا عندنا مصدرين للفولتيه، اكو عندنا مصدرين للفولتيه. على ما نقيس فولتيه الاخراج النهائيه، راح نفترض بان هاي الفولتيه الاخراج جايه من تاثير فولتيتين اللي هو هاي الفولتيه وهاي الفولتيه. فعلى ما نقيس مقدار فولتيه الاخراج بالبدايه، راح نفترض بانه وحده من عندهم صفر وناخذ تاثير الاخرى. يعني بالبدايه مثلا راح نفرض هذه زيرو، يعني كانما شورت سيركت، ونقيس الفولتيه الاخراج جايه من هاي البطاريه. بعدين نفترض بان هاي البطاريه ما موجوده، يعني شورت سيركت، ونقيس مرة الثانية بفولتية الإخراج جاي من تأثير هاي البطارية. بعدين الفولتيتين اللي قسناهم نجمعهم تطلع التأثير النهائي لفولتية الإخراج. بمعنى هسه تعلم، إذا افترضنا بأنه هاي البطارية ما موجودة، يعني هاي البطارية شورت سيركت، شو راح تبقى؟ كأنما أنها بطارية مربوطة مع هذا المقاوم ومربوطة مع هذا المقاوم. اذا كانما هذا الطرف الموجب مربوط اما للجراوند، وهذا الادخال والموجب لك على الطرف السالب. اذا راح تكون هاي الدائره مالتنا في هاي الحاله هو انفرتنج سيركت او انفرتنج كونكشن. اذا راح تكون جزء الفولتيه الجاي من هاي البطاريه فقط، راح نسميه في اوت 1. في اوت 1 اذا هو جاي من البطاريه الاولى، هو الاخراج الجاي من البطاريه الاولى. جد مقداره مثل ما تعرف بانه هي راح يكون عندك في اوت 1 راح يساوي لنا مقدار البطاريه اللي هو في ان، اللي هنا مقدارها اي بي ماينس في الار 1 في ماينس ار اف على ار 1 اللي هو ما يدعى ب النون انفرتنج كونكشن او الانفرتنج، عفوا الانفرتنج كونكشن. الانفرتنج كونكشن راح يكون هذا القانون مالته، او نقدر هنا نختصر ار 1 مع الار 1 يبقى لنا هنا فقط ماينس اي بي ماينس ار اف. اذا اعتبرنا سائل البطاريه هي ما موجوده او هي شورت سيركت، ايش راح يصير هنا عندنا؟ راح يصير عندنا تاثير الاوتبوت جاي من هاي البطاريه، راح يصير كانما الادخال مالتنا جاي على الطرف الموجب والطرف السالب مربوط الى الجراوند. اذا اعتبرنا هاي البطاريه ما موجوده، فكانما صار الكونكشن مالتنا هالمره شنو هو؟ نون انفرتنج كونكشن. نون انفرتنج كونكشن راح يصير في اوت 2 اللي جاي من تاثير البطاريه الثانيه، معناها هو مقدار هاي البطاريه اللي هي اي بي بلس في ار سي مضروبه في ار اف زائد ار 1 على ار اف على ار 1 ار اف زائد ار 1 على ار 1 اللي هذا قانون نون انفرتنج اللي هو الجين مالت النون انفرتنج. اذا حال ما نطلع التاثير النهائي راح نجمع هاي الفولتيه زائد هاي الفولتيه، نجمع الفولتيتين مع بعض فهي في اوت 1 زائد في اوت 2 ويساوي اجمع ما موجود هنا مع ما موجود هنا، تطلع لك هاي يطلع لك هذا الشكل، يطلع لك هذا الشكل. زين احنا راح نشوف شلون نقدر هنا نخلي هاي الفولتيه زيرو، شلون نقدر نخلي هاي الفولتيه زيرو؟ طبعا احنا اذا افترضنا بان الاي بي بلس والاي بي ماينس متساويات، خلينا نسميهن، خلينا نقول الاي بي بلس يساوي لنا الاي بي ماينس ويساوي لنا اي بي بي. اذا في او اس اذا طلعنا الاي بلس والاي ماينس اخترناهم متساويات والاي بي، نقدر نقول اي بي يساوي كانه طلعنا عامل مشترك هو ار سي ار اف زائد ار 1 على ار 1 ناقص ار 1. إذا ردنا نساويها بالصفر، إذا سويناها بالصفر، إذا ردنا نشوف قد قيمة الـ RC المفروض نربطها على مود نخليها الفولتية زيرو، يعني قلنا تأثير أو الفائدة من إضافة الـ RC إنه نخلي الـ Output Voltage Offset يساوي لنا زيرو. هذه وظيفة الـ RC. إذا راح تكون هذه راح تساوي لنا زيرو. إذا راح يبقى لنا فقط ما موجود داخل هذا القوس باعتبار بعد راح نقسم على وراح ننظر في صفر، هذا راح يروح على المقدار، يبقى لنا فقط هذا القوس، يصير هنا عندنا ار سي ار اف زائد ار 1 على ار 1 ناقص ار اف يساوي لنا زيرو. ممكن نستخرج قيمة الار سي، طبعا نضرب الطرفين في الوسطين نعدل شوية
طلع لنا قيمة الـ RC هي RF على RF زائد R1 في التقسيم R1، وتساوي لنا طبعا هذه ممكن نعدلها، يطلع لنا الـ RC تساوي لنا RF في الـ R1 على RF زائد R1. هذا هو عبارة عن مقاومتين مربوطة على التوازي اللي هو الـ RF مع الـ R1. هذا قانون مقاومتين مربوطة مع التوازي. إذا الـ RC يجب أن نخليها على مود نخلي الـ Output Offset Voltage 0، لازم نخلي هاي الـ RC مقدارها حاصل ضرب هذه في هذه مقسومة على حاصل جمعهم الـ R1 والـ RF. إذا هسه عرفنا قيمة الـ RC، إذا هاي المعادلة مهمة لحساب قيمة الـ RC، هذه معادلة مهمة، هاي تحفظ، هاي المعادلة تحفظ. طبعاً إضافة إلى هاي المعادلة أيضاً تحفظ، هاي المعادلتين يحفظن، هذه كيفية حساب كيفية حساب الـ Vout، هذه كيفية حساب الـ RC اللي تخلي لنا الـ Vout هذه مساوي لـ 0. طبعاً هاي بصورة عامة، بس إنها إذا ضفنا الـ RC أو إذا عوضنا عن الـ RC بهاي القيمة المفروض هذا الـ Vout يساوي لـ 0. زين هسه إذا أجينا سوينا يعني نشيل الـ RC موجودة في هذا المكان، موجودة في هذا المكان ونعوض عنها بهذا المقدار، هنا ممكن نقول يعني هسه VOS ID ايش هاي يساوي لنا؟ يساوي لنا IB، هذا الـ IB نزل، الـ RC عوضنا بمكانها ما يساوي لنا اللي هي الـ RF على التوازي مع الـ R1، وهذا نزل مثل ما هو. أو نقدر نعدلها شوية بعد التعديل، يكون الـ VOS IB و IB بلس ناقص الـ IB ماينس الـ RF. هاي يمتى؟ هذا باعتبار انه الـ RC، إذا قال لك بالسؤال إنه الـ RC هو optimal، الـ RC هو optimal بمعنى يساوي لنا R1 أو RF توازي R1، RF توازي R1، تقدر تستخدم هذا القانون لحساب شنو؟ لحساب ال VOS ID. لكن إذا ما قال لك أو إذا قال لك هاي ال RC لها غير قيمة، قيمة تختلف عن ما محسوب في هذا المكان، تستخدم هذا القانون. إذا VOS ID ممكن تحسبون هذا القانون إذا كان ال RC لها أي قيمة عدا هاي القيمة، أو إذا قال لك Optimal Value الـ RC، أو إذا قال لك الـ RC هي R1 RF توازي R1، فتستخدم هاي القانون لحساب الـ VOS ID. ما عندك مصطلحين، المصطلح الأول يقول إذا افترضنا بأنه هذا الـ IB بلس ناقص الـ IB ماينس تساوي لنا قيمة نسميها، يعني هذا كله المقدار يسميه قيمة يسمونها Input Offset Current. Input Offset Current يرمزولها بالرمز I small IO، أيوة Input Offset Current. فإذا الـ Input Offset Current هو حاصل طرح الـ IB بلس ناقص الـ IB ماينس. إذا ممكن نعوضها هنا في هذا المكان، إذا الـ VOS IB يساوي I small i o rf لما ال rc طبعا تساوي ال r1 rf. اوكي، قلنا هذا القانون يشتغل فقط لما ال rc يساوي ال rf توازي r1، و r1 توازي rf طبعا نفس الحاله او نفس التعبير. واضحه؟ اذا هذا المصطلح الاول، هذا يحفظ المصطلح اللي هو يساوي لك ال i small i o. بعد اكو مصطلح اخر يسمونه الانبوت بايوس كارنت، انبوت بايوس كارنت اللي هو الاي بي، اللي هو الاي بي اللي وش يساوي لنا الاي بي؟ يساوي لنا اي بي بلس زائد اي بي ماينس على 2. اوكي، اذا هذا ايضا يحفظ، اذا هذا يحفظ، وهذا ايضا يحفظ هذا القانون اللي هو هذا القانون، يحفظ هذا القانون اللي هو يساوي لك الاي سمول اي او، الاي بي يساوي لنا اي بي بلس زائد اي بي ماينس على 2. دائما قيمة الـ IB هو أكبر من I small IO، قيمة هذا دائما أكبر من قيمة هذا، لأن يعني هذا مثل ما شوف قاعد نجمع التيارين ونقسم على 2، فكان قاعد نطرح التيارين من بعض.
اوكي. بس انا احتمال بانه الاي بي هو اكبر، الاي بي بلس هو اكبر من الاي بي ماينس، او احتمال الاي بي بلس هو اقل من الاي بي ماينس. اذا كان عندنا الاي بي بلس والاي بي ماينس، الاي بي بلس اكبر من الاي بي ماينس، فطريقه حساب الاي بي بلس والاي بي ماينس من هذه القانونين، هذا القانونين الموجودات هنا. اوكي، اذا هذا لما يجي لك بالسؤال اي بي بلس اكبر من الاي بي ماينس، تستخدم هاي القانونين لحساب الاي بي بلس والاي بي ماينس. طبعا هو عاده بس شو يعطيك؟ يعطيك الاي بي ويعطيك الاي سمول اي او. يعطيك الاي بي اللي هو انبوت بايوس كارنت، يعطيك يعطيك ايضا الاي سمول اي او، بس يعطيك هذول الاثنين. فانت ممكن من عندهم شنو تحت تحسب الاي بي بلس والاي بي ماينس. اذا قال لك بالسؤال اي بي بلس اكبر من الاي بي ماينس، استخدم القانونين. وإذا قال لك الاي بي بلس اقل من الاي بي ماينس، تستخدم هذول القوانين لحساب الاي بي بلس والاي بي ماينس. اوكي، اذا هذول القوانين ايضا تحفظ، اذا القوانين تحفظ، ممتاز. طبعا اشتقاقين موجود في هذا الاكسرسايز، ما راح تكون مطالب انت باشتقاقين، اذا هذا الاكسرسايز ما مطالب، ما مطالب انت به هذا الاكسرسايز. هذا عمليه اشتقاق هذول القوانين، احنا قلنا راح نحفظهم مباشره مثل ما هم، ما راح نشتقهم. فإذا ما راح ندخل بتفاصيل هذا السؤال، راح نجي نشوف الاكسرسايز مالتنا، الاكسرسايز اللي هو اكسرسايز اللي هو 1 13 1 13. هذا الاكسرسايز شو قايل لنا بالاكسرسايز؟ قايل the specification for the operation amplifier in figure 1.25. هاي عادة بالمناسبة الـ IB والـ IBIO هذا تعطى بالداتا شيت مالت الامبليفاير، يعني من تشتري الامبليفاير راح تلقي الـ IB يعطي قيمتها مثل ما انا مسوي، ويعطيك الـ I small IO يعطيك قيمتها اللي هو مثل ما نلاحظ هنا. اذا هذا تعطى بالداتا شيت مالت الامبليفاير. انت تبي تشتري داتا شيت مالت الامبليفاير راح تلقى قيمتين موجودات اللي هي مثل ما سميناها الانبوت اوفسيت كرنت والانبوت بايوس كرنت. الانبوت اوفسيت كرنت اللي هو الاي سمول اي او، والانبوت بايوس كرنت اللي هو الاي بي. هاي تعطى بالداتا شيت. اوكي زين، هسه بنطي هاي القيمتين. يقول find the optimum value for RC. رايد اول شيء ان نحسب الاوبتيمال فاليو for the RC. نريد قيمة الـ optimal value الـ RC. إذا قال لك الـ optimal value أو the best value، فإذا الـ RC تحسبها من القانون اللي هو السابق اللي قلنا، هذا القانون، هذا القانون اللي هو 24، القانون أو الـ equation 24. فأنا إحنا حالينا إذا من الفيجر المعطى، من الفيجر المعطى في الـ في الاكسرسايز، في هذا الاكسرسايز من هذا الفيجر راح نشوف بانه قيمه الار اف، قيمه الار اف قد تساوي قيمه الار اف 100 كيلو، وقيمه الار 1 هو 10 كيلو. اذا من الرسم قيمه الار 1 10 والار والار 2 عفوا الار اف، هاي مو الار 2، ار اف، ار اف والار اف تساوي 100 كيلو اوم. هاي ار اف. اوكي، هاي صح حيمك، اكتب ار اف. زين، ار اف، زين هذه ار اف. إذا من معادلة اللي هو 1.24 اللي من ساعة شفناها، معادلة 1.24 اللي قلنا إنه قيمة الـ RC تحسب من عندها اللي هاي المعادلة، إيش يساوي لنا المعادلة اللي RF في الـ R1 على RF زائد R1. إذا جينا استخدمنا المعادلة RC، قلنا RF R1 في الـ RF على R1 زائد RF، وعوضنا عن الـ R1 والـ RF بالقيم، طلعت لنا هاي قيمة الـ RC. إذا هاي يسمونها بالـ Optimal Value for the RC. زين، بعد شنو رايد من عندنا؟ رايد من عندنا
رايد من عندنا حساب find the magnitude for the output of said voltage اللي هي ال VOSIB هذه right here اللي جايتنا من ال bias current when the RC equal to the optimal value. إذا قلنا لما يقول لنا بالسؤال ال RC تساوي ان ال optimal value فشلون نحسب ال VOSIB من يا قانون؟ من هذا القانون نحسبه من هذا القانون نحسبه من هذا القانون الموجود في هذا المكان وطبعا اللي هو نفس هذا القانون نفس هذا القانون بعد ان عوضنا عن الاي بي بلس ناقص الاي بي ماينس عوضنا عنه بهذا القيمه اوكي اذا نبدا نحسبه من هذا من هذا لمعادله 26 اذا في او اي بي المعادله 26 تساوي ان الاي سمول اي او في الاعرف عوضنا عن الاي سمول اي او اللي هو مضيناه بالسؤال بمقداره مثل ما احنا ملاحظين 20 نانو امبير فعوضنا هنا عن الاي سمول اي او 20 في 10 اس ناقص 9 يعني النانو 10 اس ناقص 9 والار اف هي 100 في 10 اس 3 نضربهم مع بعض يطلع لنا قيمته 2 ملي فولت 2 ملي فولت اوكي زين بعد شو قايل لنا؟ قايل لنا افترض بانه او احسب assume that انه ال IB بلس هو اكبر من ال IB minus. Find the magnitude of the output offset voltage when the RC تساوي 0. شو نستنى شو قال لك RC تساوي 0 اذا هي مو optimal value اذا ما نقدر نحسبها من القانون السابق. اذا ما نقدر نحسبها من القانون لازم نرجع القانون مالتنا الاصلي اللي هو هذا. راح نحسب قيمة في او اس اي بي لما الار سي تساوي ان زيرو معناها هذا الحد كله راح يروح فانا شنو يبقى لنا فقط هذا الحد اذا نقدر نحسب فقط الاي بي ماينس اذا حسبنا الاي بي ماينس نضبه في الار اف يطلع لنا في او اس اي بي اوكي لان هو قايل ان الار سي تساوي ان زيرو اوكي اذا راح نستخدم مثل ما قلنا هذا القانون فاذا هذه لما الار سي تساوي ان زيرو اذا هذا الحد كله راح يروح اللي راح يروح لنا من الار سي تساوي ان زيرو شنو قالنا؟ قالنا فقط هذا الحد اللي هو طبعا هذا مطلق قصدي هذا مطلق 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 هذه القيمه مطلق هذه القيمه مطلق هذه القيمه هو قال لنا بالسؤال ماجنتيود اذا يبقى لنا فقط اي بي بلس اي بي ماينس في الار اف بس نجي شلون نحسب الاي بي ماينس الاي بي ماينس اللي هو بالسؤال قال لنا انه الاي بي بلس اكبر من الاي بي ماينس اذا مين نحسبها؟ نحسبها من هذا القانون القانون الموجود هنا هذا القانون راح نحسب الاي بي الاي بي ماينس يعني هو قال الاي بي بلس هو اكبر من الاي بي ماينس اذا نحسبها من هذا المكان نحسب الاي بي ماينس من هذا من هذا المعادله من هذه المعادله نحسبها من هذه المعادله اوكي اذا اجينا حسبنا الاي بي ماينس المعادله المشار لها اللي هي الاي بي ناقص 0.5 في الاي سمول اي او فعوضنا عن الاي بي 80 اللي هو مضيناها 80 نانو 80 في 10 ناقص 9 ناقص 0.5 في 20 في 10 ناقص 9 اللي هو الاي سمول اي او طلعت لنا 70 في 10 ناقص 9 اذا راح نجي نعوضها نانو في هذا المكان يعني المكان عوضها 70 في 10 ناقص 9 الار اف هو قيمه 100 كيلو عوضنا عنها 100 كيلو طلعت لنا اليو اس اي بي هو قيمته 7 ملي فولت اوكي اذا نكتفي بهذا المقدار لهذه المحاضره وان شاء الله راح نكمل على المحاضره القادمه شكرا جزيلا على الاصغاء والمتابعه في امان الله